ولدى زيارته لبيت القرآن بدعوة من مركز الملك حمد للتعايش السلمي وبالتعاون مع جمعية هذه البحرين. أشاد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة السيد أليستر بيرت بالدور الريادي للبحرين في تعزيز ثقافة التعايش الديني وتحقيق الوئام المجتمعي وكرامة الإنسان في المنطقة. أكد السيد بيرت على أن بيت القرآن يوثق تاريخ التسامح في البحرين ويعكس الوثائق الموجودة لتاريخ الإسلام وكذلك تاريخ الديانات الإبراهيمية. من جانبها أكدت السيدة باتسي ماثيسون النائب الثاني لرئيس مجلس أمناء مركز حمد العالمي للتعايش السلمي ورئيسة جمعية هذه البحرين على العلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مؤكدة أن البلدين يتشاركان في أهمية دعم الحرية الدينية والتعايش السلمي بين الأديان. يوثق بيت القرآن تاريخ التسامح في مملكة البحرين، وهي دولة معروفة عالميا بدعمها للتعايش السلمي بين الأديان، حيث تعكس الوثائق الموجودة هنا تاريخ الإسلام وكذلك تاريخ الديانات الإبراهيمية. تعد هذه الزيارة مهمة، حيث أنها فرصة لنا وللوزير أليستر بيرت بأن يتجول في بيت القرآن بترتيب من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ويرى الوثائق المعروضة هنا التي تتحدث عن تاريخ التسامح الديني في البحرين. The two kingdoms have always had a very close relationship. تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة علاقات متينة تمتد لمئتي عام، كما يجمعنا الاتفاق على أهمية دعم الحرية الدينية والتعايش السلمي بين الأديان. أعتقد أن زيارة الوزير أليستر بيرت اليوم أثرت فيه، حيث تجول في أرجاء بيت القرآن واطلع على ترجمات القرآن الكريم والوثائق الأخرى المتعلقة بالتاريخ الإسلامي. واحدة من الأهداف الرئيسية للاطلاع على المحتوى القرآني في بيت القرآن. لأول مرة رأى القرآن بجميع المخطوطات القرآنية من القرن الأول إلى القرن الثالث، ودينا إلى قاعة مكة وقاعة المدينة وقاعة القدس. فهذه القاعات الثلاث رأى فيها أشياء ما رأى في أي محل آخر.